اوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام اهلا بكم معنا في حصاد الرياضيه والليلة الحديث حديث الشارع الرياضي حديث الشارع الكروي النشامه المنتخب الوطني ومواجهات الدورة الثالث المؤهل الى كاس العالم ضيف الحصاد لهذه الليله الزميل الصحفي الاستاذ مفيد حسوني يسعد مساك استاذ مفيد مساء الخيرات حبيب ليس ومساء الخيرات لكل اللي عم بيشاهدونا ان شاء الله نكون عليهم ضيوف خفيفين ان شاء الله وبالمعلومه وبالتحليل ان شاء الله بنسوي اضافه لقمه الاردن وكوريا الجنوبيه ان شاء الله هي المواجهه التي ستكون مع المنتخب الكوري الجنوبي يوم الخميس عند الخامسه مساء مواجهه يسعى بكل تاكيد منتخبنا الوطني لتحقيق الثلاث نقاط من هذه المواجهه استاذ مفيد تحدثنا عن التحضيرات واصل ورفع وتيره التحضيرات المنتخب الوطني لهذه الموقعه الهامه بكل تاكيد يعني انت اليوم واصل لمرحله اعداد متكامله منتخبنا بتواصل مسيرته من قبل ما يروح على قطر كاس اسيا لتصفيات كاس العالم تصفيات كاس اسيا ولم كاس العالم لا. نفس المنظومه نفس السيستم نفس المدرسه نفس يعني اختلفت شوي الوجوه بين مدرب ومدرب لكن ظلت نفس النهج نفس كل شيء ما اختلفوا نفس اللعيبه تقريبا بنسبه 90% الا اختلافات بسيطه جدا فلذلك ونفس اللي بتقدمه الانديه ونفس التضحيات بتقدمها الانديه للأمان انديتنا بتقدم تضحيات كبيره بوافقوا على ان نوقف الدوري خارج نطاق الفيفا ديت وبيعطوا المساحه الزمنيه اللي بيحتاجها الجهاز الفني ووافقوا يلعبوا دوري بدون اعداد ووافقوا على كل شيء فهذا كله من اجل غايه صحيح. واحده لانه احنا كنا كمنظومه كره قدم بالاردن حلمنا واحد طموحنا واحد نروح على كاس العالم صحيح فلذلك يعني قربانا او حل لهذا الحلم الكبير ان نكون بكاس العالم فالكل قاعد بيضحي والكل قاعد بيعطي اليوم الجهاز الفني تجمع مع اللاعبين من الخميس الماضي يعني تقريبا للخميس يعني في فتره زمنيه ممتازه طبعا عندنا 12 لاعب بيلعبوا برا الاردن او المحترفين بالخارج يعني استكمل وصولهم يوم الاثنين فعلى ذلك يعني الفتره الزمنيه تمام والكل اللاعبين الان احنا بموسم شغالين كان في لاعبين بالسابق ما لعبوا اليوم تقريبا 90% من لعبة المنتخب كلهم بيشاركوا بدوريات بيلعبوا فيها برا او ببطولات الاردن فلذلك الجاهزيه البدنيه والفنيه عند المنتخب مفروض انها واصله مرحله عاليه جدا تكاد تصل لمرحله الذروه لانه احنا يعني قطعنا ثلث الموسم سواء داخل او خارجي فلذلك يعني تعرف اخي ليتو الناس كلها ان المنتخب مش دوره يسوي اعداد بدني واعداد كذا المفروض اللاعبين بس بعض الجمل التكتيكيه بعض الامور هاي هو موضوع المنتخب جاهز فان شاء الله احنا النشامه يوم الخميس تكون على الموعد احنا عندنا طموح لانه احنا نعب على ارضنا وبين جمهورنا مبارتين الخميس والثلاثاء القادم مع منتخب سلطنة عمان لازم نكون عندنا ست نقاط ان شاء الله انه نقدر نجيبهم اذا كسبنا ست نقاط احنا نمشي خطوه ممتازه جدا لانه بعد هيك بشهر 11 بنروح لدول الخليج عندنا مباراتين خارجيات فلذلك مفروض انت على ارضك ما تخسر نقاط ما بدنا نضل نحكي عن مباراتنا مع الكويت فعما في عمان خسرنا فيها نقطتين فلذلك التعويض صعب اذا احنا عندنا طموح نروح على كاس العالم مباشره لازم ناخذ نقاط لانه انت تروح اول ثاني بتقطع نص مسافه وبتريح حالك لانه بعد هيك تدخل في في مكان فيه توهان في حسابات كثيره وفي امور كثيره. اذا استاذ مفيد نتحدث عن هذا التجمع وهذه التحضيرات تختلف عن التحضيرات التجمع السابق في الجوله الاولى، نتحدث هنا عن جاهزيه افضل اللاعبين مفروض خاضوا مواجهات مية في, في الدور المحلي او حتى الدوريات الخارجيه، نتحدث هنا عن نقطه لصالح المنتخب بان التحضيرات افضل من التحضيرات مفروض. التجمع السابق. مفروض 100% الان التحضيرات اعلى وافضل. حتى اللاعبين يعني يعني احنا بجوز عندنا مشاكل موضوع اللاعبين مصابين نعم يعني بس نتحدث عن هذا الشيء اه بس يعني اما باقي الامور يعني حتى شراره هي رجع المنتخب نعم. اموره ان شاء الله طيبه حتى يزن عماد قاعد بتدرب تدريبات مع التدريبات الجماعيه مع المنتخب هذا مؤشر على انه ان شاء الله له فرصه للمشاركه بضل بس موضوع موسى التعمله فاحنا بدنيا ومعنويا وجاهزية عليه معسكر تدريب على اعلى مستوى يعني انا اطلعت على بعض التفاصيل فيه في معسكر البقام بفندق خاص على اعلى مستوى في محاضرات صباحيه في جيم وفي تدريبات لياقه وفي تدريبات تكتيكيه وفي محاضرات جماعيه ومحاضرات فرديه للاعبين يعني في تحضير من كل الجوانب خلال المعسكر للمنتخب الحالي لانه احنا مباراتنا مع كوريا مهمه ومهمه جدا 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 اذا أه بتلاحظ اخي ليث نحن اليوم الاردن وكوريا والعراق الثلاث منتخبات متساويين بالنقاط فلذلك أه هي يعني تنافس بين هذه المنتخبات الثلاثه لاول ثاني نروح مباشره كاس العالم فلذلك زي ما حكينا انه لازم احنا المباريات البيتيه تكسب نقاطك كامله اذا بتتذكروا بتذكروا الناس اللي بتابعوا المنتخبات الوطنية بال 2013 و2014 احنا يعني كانت مجموعتنا فيها اليابان وفيها استراليا صحيح كسبنا في عمان ست نقاط كاملات دول اهلونا نروح للملحق العالمي صحيح فلذلك انت بس ايام كان في اربع منتخبات بتروح كاس العالم اليوم ثمان منتخبات فلذلك م. لازم احنا يعني ما نشوف كوريا مش انه فريق اه اكيد اه اكثر من, من اكثر منتخبات اسيا راحت كاس حالم اه لكن احنا معاهم يعني لاعبين سبع مباريات احنا كسبناهم مره واحده اللي هي كانت في قطر بدور قبل النهائي في كاس اسيا وعندنا ثلاث تعادلات وخسرنا ثلاث مباريات بس يعني اتخن سكور 1-0 2-0 2-2 يعني إحنا احنا معاهم الند بالند في السبع مباريات على مدار 20 سنه احنا مع كوريا الجنوبيه دائما الند بالند فاحنا ان شاء الله يعني حتى لما كنا بقطر اذهلنا اسيا كلها بالمستوى نعم. الرائع القدم والنشامه وكان هو المباراه المفصليه اللي ودتنا عن مباراه نهائيه فلذلك نعم. صح مواجهتنا مع كوريا يعني لها حسابات خاصه لكن نفس الوقت إحنا أمننا بالنشامة عالي جداً وزي ما تفضلت وزي ما حكينا الجهازية النفسية والبدنية والمعنوية في القمة ذهنياً أستاذ مفيد في مواجهة منتخبنا الوطني أمام كوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا فنياً وكروياً لم نحترم المنتخب الكوري كثيراً لا. ولم نشاهد الرهبة التي اعتدنا عليها كأندية وكمنتخبات في خوض مواجهات بالندي بالندي الشباب. بدانا مهاجمين واستطعنا ان نحقق الفوز بهدفين وكادت ان ايضا ان تزيد غله الاهداف، نعم. شعرت لحظه بان صاحب الكعب العالي داخل الملعب هو منتخبنا الوطني. وهدرنا فرص وكنا نعم. مسيطرين وسوينا ند بالند في الملعب ومهارات لعبتنا القوه البدنيه، المهاره، الاداء السريع كل شيء سوينا في المباراه يعني يعني هاي انا انا بالنسبه لان زي ما بتابع كره القدم الاردنيه من 40 سنه. نعم. هاي اجمل مباراه في تاريخ كرة قدم في الأردن بالخلال الحقبة اللي أنا كنت موجود فيها 40 سنة هاي أجمل مباراة لعبها المنتخب النشامة في الأربعين سنة إحنا يعني لعبنا مباريات وإنا صولات وجولات مع اليابان مع السعودية مع العراق مع هم. بس هاي المباراة تحديدا يعني المستوى الأداء الفني والمهاري والجماعي والبدني والنفسي سوينا فيها النشامة سووا فيها ما 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 لم يعملوا اي منتخب في 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 40 او 50 سنه فيمكن يمكن في في لغه تحدي عاليه جدا اليوم منتخب الكوري حتى هو في عمان عنده نظره ياخذ ثلاث نقاط كامله لانه هو حتى الان عنده رد اعتبار نشح كثائر بس هو عنده رد اعتبار مهم جدا بالنسبه له لجمهوره اهتمام كبير في هذه المواجهه من الجانب الكوري فهم مهتمين اهتمام بالغ والدليل على ذلك ان هم من يوم الاثنين في عمان نعم. عاده بيجوا بنفس اليوم او قبل بيوم بس خلص بيتدربوا تدريب واحد وبروحوا على المباراه آه لكن هم سووا تحضير عندنا في عمان، يعني هم لعبتهم كلهم في اوروبا تجمعوا من يوم الاثنين امس وكانوا موجودين عندنا في عمان، وبلشوا تدريب اثنين وثلاثه واربعه، نعم فاخذوا ثلاث تدريبات في عمان، بكره نعم تدريب طبعا على استاد عمان الساعه خمسة نفس توقيت المباراه. استاذ مفيد تحدثت عن مواجهه كوريا في دور في بطوله كاس اسيا، وتحدثت عن انها كانت واحده من اجمل مباريات المنتخب الوطني، مم. وتحدثنا عن تفاصيل هذه المواجهه فنيا، نتحدث هنا عن نجوم تألقت وكانت الأفضل وهي من سجلت موسى التعمر يزن العيبات نعم. وحتى الآن لم تتضح الرؤية بخصوص مشاركة النجمين موسى ويزن يعني وهذا ما يدور في أذهان الجماهير والكل يتساءل هل سيشارك موسى هل سيشارك يزن بالتأكيد هلا إحنا مش عارفين يعني هل الاتحاد على حق أنه ما يعلن عن إصابة اللاعبين نعم مش عارفين هل لازم يعلن إحنا كل الكرة الأرضية منشوف منتخبات البرازيل وهذا القرار الاتحاد كرة القدم أم من الجهاز الفني بالشتان يعني هم منظومة واحدة منظومة واحدة لا يعني تتجزا اليوم احنا, إحنا, إحنا, إحنا... كاتحاد والاتحاد من خلاله هو الجهاز يعني الجهاز ما بيقدر ياخذ قرارات إدارية صحيح. لحاله إلا الاتحاد لأنه في دائرة إعلامية بالاتحاد كمان فأكيد يعني هي منظومة كاملة متكاملة واحنا بنحترم شو مكان القرار نعم. لكن احنا اليوم خلينا نوقف عند خبر صدر عن اتحاد كرة القدم موجود نعم. على الموقع الرسمي بس سبق. ذكر فيه إنه اللاعبين كلهم تدربوا باستثناء موسى نعم. التعمري تمام طيب تدرب يو... بشكل فردي اوكي. شو معناته هذا الكلام؟ معناته ان الجميع إحنا اليوم الثلاثاء نعم موسى ما بتدرب قاعد أربعة وخميس مباراة. هيك تسعة 99 9 10 مستعمل لن يكون موجود مباراة كوريا. هو لو حتى لك ورقة آه ما هو ما هو احنا بالعقل كبديل احنا اليوم نحسب بالعقل. هلا انا عندي معلومات من الجانب الفرنسي تمام؟ على مدار الاسبوعين الماضيين انا مع ناس قريبين لموسى التعمري ومع الجانب الفرنسي. الفريق الطبي للفريق مونبيلي بيلعب معه، نعم. آه موسى التعمري لغايه اليوم موسى التعمري لم لم يعني لم يلمس كره القدم لم لمس ما لمسهاش من لحظه الاصابه حتى هو معاه نفس العلاج او نفس اللي كان بسويه بفرنسا هو عباره عن بس على البسكليت وخلص بروح يسوي هالجلسه وبروح ممنوع مارس كره القدم نعم. وفي ناس حتى شاهدوه مع المنتخب امس لسه عنده يعني عرجة يعني رجله مش على الارض صح فلذلك موسى التعمري لن يشارك مباراه كوريا مبدئيا هذا الاتحاد ما اعلن بس خبر الاتحاد اليوم انه كل اللاعبين تدربوا باستثناء موسى التعمري تدريبات فرديه هلا لما انصاب موسى التعمري في مباراه الكويت بخمسة 5 سبتمبر يعني من شهر قالوا بده اربع اسابيع خلصنا اربع اسابيع ها من اربع لست اسابيع اوكي هلا خلصنا خمس اسابيع تمام نعم. لسه تعمل ما مارس كره قدم صحيح بده فلذلك بالعقل صحيح. يعني احنا ما بنعرف لغايه الان نعم. ما عندنا جواب نهائي نعم هلا مباراه الخميس نعم. عندنا احساس 90% انه ما راح يلعب طيب طالما لسه ما لمس كره قدم بين الخميس والثلاث القادم مباراه عمان بدروا فتره زمنيه قصيره نعم برضه في شكوك انه برضه نفس الشيء 80% مو تعمل لن يشارك حتى مباراه مباراه مع سلطنه عمان ما راح يكون موجود يعني واضح الامور عنده، هلا احنا هون قلنا عنده عنده تمزق. الغياب هذا كله لا مش موضوع تمزق. هيك بكون عنده يا شعر او لا سمح الله كسر. ويا رب التنتين ما يكونوا موجودين، بس احنا بنحكي يعني انا تواصلت مع ناس لهم علاقه بالطب الرياضي وبالعلاج الرياضي، فقعدنا نشخص كيف حاله الكابتن موسى التعمري. فبالعقل و يعني تسلسل اصابه الكابتن موسى التعمري واليوم خبر الاتحاد واضح وضوح الشمس لا. كلهم تدربوا مع موسى التعمري هيك اكيد موسى التعمري ما راح يكون مباراه كوريا ما بدها اجتهاد كبير وبنفس الوقت طالما هذا المنطق ب... والواقع على الجانب الاخر يا زلمه مضبوط احنا ما خبر يقين تمام عشان ما حدا يعني احنا نكون واضحين خبر يقين ما عندنا ولو تسال كل الاتحاد ما بجاوبوك يعني انا تواصلت مع جهاز الطبي، تواصلت مع اي حدا ما حدا عنده جواب، جاوبوكاش اوكي بنحترم خصوصيه في المنتخب ولهم غايه ولهم شو كان احنا كنا مساندين للمنتخب، لكن احنا كاعلام الجمهور بيستنا احنا واجبنا نصل لابعد مدى ممكن من الحقيقه، فموسى التعمري على حسب وضعيته واصابته صعب بشارك مبارتين كوريا وسلطنه عمان احنا الان همنا الكابتن موسى التعمري ويزن عمات الاثنين يكونوا على اعلى جاهزيه عاليه صحيح. في مبارتين العراق يوم <applause> 15 11 والكويت يوم 19 11 هذول مرتين خارج القواعد مهمات جدا لحسم وين احنا رايحين نتنافس اول تاني ولا نفقد الاول تاني نروح نتنافس حتى ثالث فعشان صحيح. هيك احنا اليوم همنا انه يتعالج صح موسى التعمري ويتعالج صح يزن انعمات هلا يزن عمات طالما بشارك تدريبات الجماعيه وضعه سليم اليوم طالما اللعب وله ثلاث اربع ايام بشارك بالتدريبات الجماعيه انا متابعه وبسال بعض الناس بالمنتخب طالما بتدرب تدريبات جماعيه وفي احتكاك وفي التحام وفي كل شيء يبقى وضعه سليم صحيح. مع انه يعني احنا تفاجأنا يزن عمات لعب مباراة فلسطين وكان متألق وكان أحد نجومها تمام؟ وروح لا سمعنا خبر إنه مصيب ولا حدا حكى لنا مصيب لا اعلام ولا اتحاد ولا اي حدا احنا ده ده من عارف. الجانب القطريين ما شفنا العرب القطري بطلع بان الشاب مصاب وعنده كسر فبرضه احنا المواضيع هاي يعني انا ما بعتب على زملائنا في الدار الاعلاميه بالاتحاد أنا هم ما بقدروا الا يجيهم من من الجهاز الفني بالزم. وما يصدر فهم ما بقدروا ينفذوا سياسه الاتحاد ما بيقدروا وانا كنت مدير اعلام بالاتحاد وبعرف هذا الحكي يقينا فلذلك يعني موضوع اصابات اللاعبين اليوم كل العالم عنده اي لاعب مصاب بقول لك والله لاعب مصاب من خمس اسابيع 6 اسابيع من شهرين لثلاثه من اربعه خمسه تشخيص صبته واحد اثنين ثلاثه السلام عليكم يعني الموضوع سهل لكن آه يعني خلينا نفترض جدلا ان الاتحاد عنده سياسته محددة بهذا الموضوع ان نحترمها ونقول هيك هيك لكن احنا واجبنا نحلل الناس الوقائع زي ما احنا بنشوفها صحيح. وبنلاقي انه واحد اثنين ثلاثه وهذا ما تم الاعلان عنه لحظه اصابه موسى التعمري بان الاصابه تحتاج من اربع لست اسابيع منطقيا اربع بس ست اسابيع يعني علي عزن عماد لغايه اليوم ما بنعرف شو صار تعود الكذب. بس حتى الان اتحاد موضوع عزن عماد ما طلع ولا اي شيء عن اصابته حتى اللحظه يعني اجى له يمكن 10 ايام ان شاء الله يكون هذا السكوت في هذا الجانب انه حالته جيده وامور آه، ان شاء الله احنا بنعمل اليوم طالما اليوم ذكر خبر موقع الاتحاد انه الكل, أن الدرب الكل تدرب ما عدا خلص كما تحدثت انت شارك في اربع تدريبات نعم جماعيه نعم ان شاء الله خلص ان شاء الله, وضع أن إن شاء الله, إن شاء الله ممكن يشارك من البدايه يمكن يستعمله كبديل ممكن هاي بس الكابتن جمال السلامي هو تحت أخير. استاذ مفيد تحدثنا الان على فرض بان موسى التعمري سيغيب عن لقاء منتخب كوريا وهذا ما ما حدث ايضا في مواجهه منتخب الوضع. فلسطين آه نعم. وغاب عن مواجهه منتخب فلسطين ايهما تلاحظ أن السيناريو الافضل هل تتوقع بان يبدا جمال السلامي كما بدا امام منتخب فلسطين بمشاركه محمود مرضي وعلي ألوان على الاطراف وعوده نعم. احسان حداد كظهير يعني يعني في, في القلب ام تشاهد احمد العرسان العاد من جديد للمنتخب الوطني كورقه بديله لموسى التامر؟ هلا احنا بنتذكر اذا تذكر حبيبنا ليت انه يوم غاب الكابتن موسى التامر عن مباراه فلسطين فحكى طلع تصريحات الكابتن جمال السلامي قال احنا اوجدنا بديل لموسى التامري طلعنا في الملعب ما في بديل لموسى التامري هو غير من شكل هو لا لا هو غير مراكز اللاعبين غير بس. مراكز اللعبة. جاب محمود مرضي من الشمال وداعي على اليمين والسلام عليكم بس صحيح فهو ما اوجد بديل هلا احنا عايش عندنا مشكله يعني احنا لاحظنا حتى مباراه فلسطين تبديلاتنا باخر ثلاث اربع دقائق يعني ما بدي اقول ما في ثقه بالبدلاء مفروض الكابتن جمال السلام من من ما جاء قال انا بدي اجهز بدلاء للعيبه صحيح تمام هلا انت صرت معسكراتك عديده ولعبت مباريات وديه ولعبت مباريات رسميه وخلصنا القصه المفروض كل لعبة الاردن عارف كل تفاصيلهم نعم عنده خيارات اكيد هو اختار وخلص صحيح. احنا بنجتهد هلا بس هو اختار وعارف شو بده يسوي عارف كل شيء دارس الفريق الكوري وعارف شو محتاج منه نعم. نعم. هلا انت الخيار بتعلق بشيء مهم جدا حبيب بليد، انك انت ايش بدك في المباراه؟ بدك تدافع ولا تهاجم؟ ما انت لما تختار لاعب بده يكون عنده جانبين دفاع وهجومي نفس المستوى. هلا عندك لاعبين بالخط الامامي عندهم نزعه هجوميه عاليه ومهارات ممتازه، لكن ما عنده الجانب الثاني اللي هو الدفاعي، بجوز ما نعم. تزبط معاه. نعم يعني انا بدي اضرب مثال بسيط مثلا بالوحدات، لما الكابتن رافت عليه أبستبعد مثلا صالح راتب وبهاء فيصل لانه هو عنده تركيبه خاصه للمباراه بده منها جانب دفاعي اكثر صحيح هلا انت الكابتن جمال السلامي ايش بده من المباراه لانه برضه انت بتلعب مع فريق يعني مستوى عالي جدا صح احنا كسبناه واي ثغره احنا لازم نكون واقعيين والكابتن جمال السلامي قمه الواقعيه بعرف هدول اللاعبين جايين من اوروبا مش من صحيح. كوريا صحيح, هدول هذول كل منتخب كوريا جايين كلهم من اوروبا او 90% من من اوروبا فلذلك مستواهم عالي جدا فانت بدك تعرف تلعب مع هيك فريق اكيد بدك يكون عندك حذر بدك تغطي منطقتك الخلفيه كويس بده يروح يهاجم بده يروح يدافع بتقطع تقطع منك الكره بدك تروح تستخلصها صحيح هلا هذا الحكي له مواصفات لاعبين محددين بين يعني عارف الحاج بين العرسان بين شراره خيرات كل لاعب إله مواصفاته بذهن جمال السلامي ووصفه الملعب هو كيف بده إياه وممكن يجيب لك ظهير يعني إحسان حداد حتى لو مشاركش عنده الخبرة الدولية <تكلم> اللي بتمكنه حتى لو مهما غاب هذا ما وهذا يمجر. ما أشاد به في المؤتمر الصحفي بعد مواجهة فلسطين وبخصوص اللاعب إحسان حداد لأنه لم يخوض مواجهات لم يلعب لعدة بس أشهر بس ملعب وقدم مستوى مستوى كبير فاليوم اليوم وحسب متابعتك أستاذ مفيد لأنه اليوم كان حسين عموته وحتى جمال السلامي أو حتى أغلب المدربين دائما التشكيلة والأسلوب الذي تحقق به الفوز وخصوصا على التشكيلة والأسماء هي من تبدأ بها أكيد بنفس الأسماء من يعني بنسبه كبيره تتوقع ان يبدا كما بدا مع منتخب فلسطين بنفس الاسم الى حد ما الى حد ما يعني اكيد يعني الظاهر انه لانك انت البديل مثلا عندك العرسان بيلعب على عارف الحاج بيلعب على الشمال فلذلك انت مرغم نجيب محمود مرضى على اليمين صحيح محل موسى التعمري لانه ما في عندك واحد على اليمين قوته الا شراره شرار هل جاهز؟ شرار اليوم ما لعبش يعني حتى بالعراق ما لعب ولا بدور ابطال اسيا ولا بدور العراقي مع الفريق اللي عنده اصابه ورجع بس لما رجع ما شارك صحيح. كان احتياط فانت تلعب شرار مره واحده مباراه قدام كوريا هذا شيء قرار فني للكابتن جمال السلامي يعني لانه هو الوحيد ممكن يلعب على اليمين من خلال التوليف الموجود الان في المنتخب الخيارات الموجوده هي هيك او مثلا مهند أبطاها فالخيرات محدوده فلذلك انه هو اسلم إشي لو نجح فيها محمود مرضي نجح الامانه في مباراه فلسطين نجح نجاح متميز إنه لما راحوا على اليمين ما عنده مشكله يعني مرضي يلعب يمين يلعب شمال حتى بنادي يعني. الحسين بيلعب على الطرفين ما عن عنده اي مشكله نجم يعني هو يزن اكيد عنده خبرات عاليه وعنده كذا هلا هل يعني حتى يزن عماد ان بدا او ما بدا ممكن يكون في تغيير يعني ممكن صحيح. يبدا علي علوان ومرضي وعارف او العرسان مثلا وريح يزن اذا ما بده يبدا في يزن نعم ممكن لعب علي الوان مكان يزن ويبدل في مراكز صحيح ما قلت لك يعني هو ما بيجد بديل من الدكه لا بتغيير مراكز لاعبين ولعبت المنتخب كلهم عندهم خبرات عاليه نعم وعندهم يعني السرعه في الاستجابه في التغييرات نعم فممكن انه يسوي هيك توليفه وتمشي الامور كل هذا الكلام لو تحدثنا بنقطه ايجابيه وتحسب للمدير الفني لمنتخبنا الوطني جمال السلام, السلام اللي تحدثنا عن حسين عموته بنفس الاسماء التي اختارها الكابتن عدنان حمد خاض مشوار كاس اسيا، لم نشاهد اسماء جديده داخل توليفه م. المنتخب الوطني، نتحدث هنا في بدايه المشوار لمنتخبنا الوطني مع جمال سلامي مشاركه حسام ابو الذهب بشكل اساسي في مواجهه الكويت ومواجهه منتخب فلسطين، اصبح ثابت. في هذا اليوم انت اليوم في عنصر وركيزه اساسيه وقدم مجهود جيد في مثل هكذا مواجهات يكون فيه خوف على اللاعب، يعني هي فرصه نحكي هي الفرصه الاولى والاخيره في بعض الاوقات شوف انا انت اليوم مواجهات ما في ما في مجال للخساره شوف ما في مجال للخطا ليه. انا بالنسبه يعني انا حكيتها اكثر من مره صعب انك تعبث في منتخب مستقر صحيح يعني انا بحس انه غلط منتخب مستقر نتائجه ممتازه اداؤه عالي كل اسيا صارت تقتنع انه المنتخب الاردني منافس احنا حتى بتصفيات اسيا جبنا الاول حتى معنا منتخب السعوديه كسبنا السعوديه في الرياض فما عندنا مشاكل احنا مشاكلنا بس لا سمح الله اصابات او حرمان بس صاب لاعب انحرم لاعب تبدله يعني احنا دائما محور لعبتنا المنتخب قوامه 15 لاعب بس بتحوم حواليهم يعني مش احنا نختار 28 هلا الان فينا ثمانية 28 لاعب بالمعسكر حتى مع موسى التعمري 28 بدهم داخل الجاغو ياخذ 23 لاعب لمباراه كوريا هلا ما راح يروحوا الخمس لاعبين راح يضلوا بالمعسكر لانه بعدها عندنا كمان مباراه انت بس بتختار ال 23 عشان تقدمهم بالكشف وتنزلهم على الملعب 20 لاعب ثلاث حراس هاي هي قوام المنتخب فبدقين باقي اللاعبين بسهوله يعني انت الخمس لاعبين تقوم لاعبين مش من ضمنهم حراس مرمى فموضوعنا سهل يعني انك تعبت بالمنتخب انت يعني جمال السلامي هو قام سالم العجلين وحطه بالذهب في غير هيك هو تحدث عن محمد ابو حشيش هلا محمد براء ما شارك للحظات عندك اليوم نتحدث حسام ابو الذهب شارك في مواجهه مبارتين مبارتين كان مبارتين اساسي وابو حشيش جنب جنب ايضا كاساسي يعني احيانا بيلعب ثلاث مدافعين نعم واحيانا بيسوي 5 3 2 بيسوي ابو حشيش وبسوي حسان حسب بقول لك كل مباراه بقراها وعلى ضوها بحط تشكيلته صحيح فاحنا قلنا تشكيله المنتخب بتحوم حول 15 لاعب صحيح تبديل حسب انت شو بدك في المباراه صحيح وحسب صحيح. الفريق المنافس اللي قبالك ايش هو صحيح مش بس سهل اليوم تشارك لاعب دقائق لعبه مع المنتخب الوطني قليله يعني حسب ما ما فهمت من احد الاشخاص المقربين للمنتخب وتابع المواجهات الوديه المغلقه امام منتخب كوريا الشماليه قبل مواجهه الكويت م. افضل لاعب كان يوسف ابو جلبوش سيصه لكن دخل للحظه لم يوفق أه. في مواجهة الكويت ولا مش فلذلك, في فلذلك رسم آه. المدير الفني جمال السلام بأن الحل سيكون صيصة بديلا لموسى التعمري عطفا على ما قدموا في مواجهة كوريا الشمالية المواجهة الودية وبدايته مع نادي الحسين في الدوري نعم. لكن الظروف تختلف وكل مواجهة لها معطياتها ممكن اللاعب في بعض مشاركة أنا يعني لا يوفق ب ب دقيقة أو 40 دقيقة نعم نعم إذ تحصل. كبديل. كل سؤال. يعني مهما كان بريق نجومية اللاعب أحيانا في المباراة ما بتوفق هذا فوتبول يعني توفيق من رب العالمين فما بالك في مباريات مصيرية مؤهلة الى العالم فاحنا تركيزنا مباراة كوريا عن نقاط المباراة نعم. اكيد الكابتن جمال السلام درست المباراة بكل تفاصيلها عارف كل مفاتيح لعب المنتخب الكوري سرعة وإيقاع سريع وتبادل مراكز وتسديدات وكل شيء عنده منتخب كوريا الجنوبية نعم. فأنت بدك تكون وأنا متأكد إن شاء الله النشامة جاهزين موقع بيعرفوا قديش يعني قيمه التحدي اللي راح يواجهوه في المباراه نعم. يعني منتخب كوريا زي ما حكينا جاي ليرد اعتباره واحنا اكيد اكيد لازم نشامهم يكونوا نعم. ياكدوا حتى على ارضهم بين جمهورهم لكل اسيا نحن فوزنا على على كوريا هو اول فوز بتاريخ لقاتنا في قطر لم يكن وللصدفه بل كان تصميم واراده والند بالند وفنيا وبدنيا ومعنويا نعم. كل الامور هاي ان شاء الله محمد عبنده عضو مجلس دار نادي الحسين بعث لي بيقول لي بدك تفوز بدك جمهور قوي جمهور شجع بقوة صوت ما يهدى بالملعب مهم جدا جدا سلاح قوي بأيدينا إلى أي مدى عمل الجمهور وأنت تلعب اليوم هذا حديث كل الجم... الشارع الرياضي بيقول لك عرضك الجمهور وبدنا الجمهور اللي بيشجع هذا الجمهور اللي بيشجع اللي بيجلب لك الانتصارات اليوم تلعب امام منتخب كوريا كما تحدث اللاعبين كلهم جايين مش من كوريا من اوروبا متعودين يلعبوا تحت ضغط جماهيري بال50 و60 الف لا اي مدى ممكن ان يؤثر هذا بشكل ايجابي لمنتخبنا وان يكون عامل ضغط على المنتخب الكوري واخشى ان يكون في بعض الاوقات عامل ضغط على لاعبين لا اليوم تحليت المباراه هاي لاول مره بتاريخ لقاءات المنتخبات الوطنيه انه راح يكون عندنا التراست التراست الفيصل اليوم راح يكون موجودين نعم. في الملعب راح يرسمونا لوحات ما عمرنا شفناها بمباريات منتخبات ما يعني كش عندي الانديه كلها بتسوي لكن وجود الالتراس راح يعطي يعني شيء اضافي مهم جدا للجمهور وما تنسى يعني احنا ب... سيد مفيد انت دائما تخترق الاجواء ولك مصادر هل اخترقت الالتراس ولديك آه مصادر عن العمل داخل انا مش حاب احكي عن كل تفاصيل حرام انه يعني ما آه خلص هم راح يسووا شيء بدع <applause> اقول لك شغله وقف... اقول لك شغل بتعرف انت ب... مش تارك بس, بس الانديه <applause> والادارات داخل في الجمهور والله محبه الناس لا. يعني ما بقدرش بس اقول لها شغله هذول شباب نعم. الله العظيم يستحقوا كل كلمات التقدير والاعجاب نعم. ناس بتشتغل حساب حسابها الخاص والله يا ليت هذول ناس دافعين الاف الدنانير على المباراه هاي، الاف مبلغ فلكي من جيوبهم نعم. خاصه حتى تكت المباراه من جيبهم صحيح ولا شيء ولا بيقبلوا حدا يقرب عليهم فهاي التجهيزات والتحضيرات وطبعا عددهم راح يكون بالالاف موجودين احنا بدنا بلوكين يكونوا 1000 واحد وبس الجمهور لا, لا 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 شو 1000 شو 2000 لا 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 جايين ارقام ان شاء الله يكونوا على اعلى عجل. مستوى ومحاضرين، ومحضرين وسووا بروفات بالمدرجات وسووا كل شيء امورهم سبع نجوم استاذ مفيد حمسنا انت لك. لا راح يسوي احنا 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 المنتخب تقليدي بس هاي المره راح يكون ان شاء الله شيء ما شفناه بعدين في شيء مهم جدا احنا النشامة هم مصدر فرح لكل ابناء الوطن فلذلك ما تستغرب اول ما نزل التكت لمباراة الكوري الأردن راح بأيام. إحنا ايام احنا احنا من اربع خمس ايام ما فيش تكت صحيح. قبل المباراة احنا احنا مش متعودين على هذه الامور دام ننزل التيكت قبل المباراة بيوم او يوم المباراة مزبوط هيك تعودنا اليوم التذاكر المباراة راحت قبل المباراة باسبوع ما في هلا نزلوا مباراة الاردن وعمان نزل بالسوق شغالة هو يعني ممكن أيام أو ساعات ف... و... فأنت شوف هذا الحجم الإهتمام الشعبي حتى من أعلى مستوى في الدولة مم. جلال سيدنا مم. كل الأردن بتابع النشامة عشان هيك دائما النشامة هم مصدر سعادة لأبناء الوطن فلذلك إن شاء الله نتمنى يكونوا على الدوام مصدر سعادة إن كنا في هيك ظروف في هيك أوضاع في هيك كذا محتاجين الناس وقفة يعني هيك نسمة يبعدوا عن هالروتين الحياه اللي احنا قاعدين عايشينها فكره القدم هي بتفرحنا وهي, بتف... وهي بتجمعنا صحيح. وهي بتسعدنا واي، فان شاء الله انه يعني الجمهور راح يكون ممتلئ استاد زمان خلصنا تيكت آه، طريقه التشجيع لاول مره راح تكون من خلال اطرس الفيصلي راح يكون مثاليه جدا ان شاء الله راح نشوف شيء ما شفناه من قبل شباب على التحدي فراح نشوف مباراه ان شاء الله راقيه جدا ويا رب تتوج بالفوز يعني هاي التحضيرات كلها وال يعني الامانه برضه اتحاد كره قدم سخي جدا سخي يعني حتى اعلى مستوى الرفاهيه بوفر المنتخب فندق فئه الخمس نجوم اللاعبين عايشين بجو رفاهية عالي جدا يعني حتى على مستوى مثلا كل لاعب بيعطوه تيكت لاهله صحيح. سبعة من بطاقات درجه خاصه يجوا اهله يحضروا مباريات يا... الموضوع حتى البوكت ماني للاعبين ارقام بسم الله وما شاء الله الله يبارك لهم ف والجهاز محضرين وكل شيء فيعني ما في شيء يمنعك انك تفوز والجمهور هي كله محاط فيهم اعلاميا كل الاردن مهتمين بادق التفاصيل للمنتخب النشامه صحيح, صحيح التلفزيون، الاعلام المواقع الصفحات ما في حدا كلهم اليوم ما فيش عندنا دوري ولا كاس أن الدرع شغال بدون لعبة المنتخب فالكل متوجه لعند المنتخب على أدق التفاصيل التدريبات المتابعات اليومية شو موضوع التعملة شو موضوع يا زنعمات شو موضوع محمود مرضي يعني فالناس بتتابع بتتابع المنتخب بأدق التفاصيل فلذلك إن شاء الله يا رب أنه هذا الجهد الكبير اللي عم بتصور سواء على مستوى الاتحاد او مستوى منظومه المنتخب جهاز واحنا كنا كجمهور وكاعلام كنا منظومه واحده هدفنا واحد واملنا واحد ان شاء الله إننا نشام يكون كاس العالم. نعم. بدناش نستبق الاحداث بس خلينا نستبق استاذ مفيد الاحداث لان اليوم احنا بنتحدث عن هدف بشكل عام، احنا ما بنتحدث بموضوع مباراه لا, لا نتعامل مع الموضوع بالقطعه. نعم كل مواجهه لها حساباتها أحيان. طبعا والان التفكير في مواجهه بتساعدك بتسهل لكن احنا اليوم كجمهور نعتبر حالنا كجمهور وكمتابعين احنّا بنطالب بالفوز ولا بديل عن الفوز، ودائماً okay. لغة الفوز هي اللغة الوحيدة لازم تلعب بالقدم الفوز هذا الشيء المفروض آه منه ما بيختلف عليه تعدينا مراحل المشارك من أجل المشاركة لا قدر الله، بأسوأ الحالات لو تعثرنا وهذا الشيء وارد، أنت بتلعب okay. قاعد مع منتخب قوي من المنتخبات التي تعد من المنتخبات كبار القارة أخطر منتخب في كأس عالم وأنت تتحدث بعد مواجهة كوريا بخمس أيام مواجهتنا مع المنتخب العماني كيفية التعامل مع جميع النتائج بالفوز هو اسهل نقطه في تعامل جماهيرنا بالفرح هو برفع الحاله المعنويه وفي حال التعثر التعادل كيف نتعامل في هذا الجانب وهذا ضروري من الجماهير يعني نتحدث من اليوم لا قدر الله تعادلنا يقول في اخر دقيقه نفس السيناريو مثلا الكويت لا قدر الله ان شاء الله منتخبنا بيفوز نتحدث احنا بلغه واحده هي لغه الفوز كيفيه التعامل حتى انه اليوم نكون احنا داعمين ومساعدين للمنتخب الوطني ونتحدث عن مواجهه منتخب عمان مش بعد شهر شهرين بعد خمس ايام فلا يفوت اللاعب بنفسيه صعبه يعني انا شفتهم اللاعبين بعد الكويت قديش النفسيه كانت صعبه تجاوزوا منتخب فلسطين في مواجهه كان هوبين. ايجابي عن مباراتنا مع فلسطين كانوا بيقدروا الكاس ايجابي لكن للحظه ممكن انت اذا بتتابع وانت دائما متابع لادق تفاصيل الجماهير وردود الافعال على مواقع التواصل الاجتماعي تشعر وكان المنتخب فقط حظوظه كليا بالتاهل الى كاس العالم اكيد ما هي لانه انت معلش هلا مباراه الكويت مع احترامنا للكويت تاريخها اكبر من تاريخنا لعلمك كره <applause> قدم صحيح في الكويت راحت كاس <applause> عالم راحت <applause> اولمبياد راحت <applause> كاس اسيا تاريخها كبير بس هلا هم اللي من 10 15 سنه بدرب لكن الان هي بوضعيتها بمجموعتنا هي اضعف فريق منتخب في المجموعه كمستوى فني تصنيفي فلذلك تفقد معه نقطتين على ارضك بجمهورك اكيد قاسيه ضربه موجعه كانت للأمانة يعني ما ما نغض نظرنا عنها لكن احنا لازم يكون عندنا ثقافه كجمهور كاعلام كلاعبين كالمنظومه كلها احنا بنلعب بدوري مش بنلعب مباراه صحيح اه بنلعب بدوري في نقاط فوز وتعادل وخساره زي بطوله الدوري زي بطوله اي شيء صحيح. صحيح. فاحنا عندنا ماشيين في تسلسل مباريات بدنا نلعبهم عارضنا وخارج ارضنا اليوم خسرنا هون بدنا نفوز اللي بعديها لازم صحيح. انت اليوم اذا بتفوز بهاي بتسهل لك اللي بعديها تعثرت في هاي بده يكون عندك حافز اعلى لتعوض بالثانيه فلازم يكون عندنا ثقافه احنا كجمهور كمنظومه اعلام يعني زي ما تفضلت وارد احتمالات مع, مع كوريا نعم. كل الاحتمالات وارده لكن احنا برضو بنفس الوقت نكون منطقيين واقعيين يعني شوف احكي لك انا بتمنى المنتخب الكوري يجيب ثالث بس بالعقل بالمنطق بكذا هو اول مجموعه هلا انا والعراق كويس احنا ثلاث منتخبات نتنافس على اول بطاقتين لانك انت تروح على كاس عالم مباشره لازم تجيب اول ثاني هلا اذا رحنا ثالث رابع بدك تروح في متاهه طويله فأنت بدك تختصر المسافة هاي من خلال تكسب عارضك تأخذ نقاطك وبره تطلق وطلق من نقاط هلأ أنت لأنك تعثرت بالتعادل مع الكويت في عمان لازم تكسب مباراة 19-11 مع الكويت في الكويت صحيح لأنه زي ما العراق تعادلوا مع الكويت في الكويت بدك أنت تجيب زيهم نقطة لأن العراق أنت وياه منافسين مع بعض فلذلك لازم إحنا عندنا كجمهور كإعلام يعني ما نخذل المنتخب بلحظة لا سمح الله تعثر هذا دوري مطوله مسافه بدك وقت بده نفس طويل واليوم انت يعني عم تفقد لعيبه مهمين ها لكن البركه في النشام ان شاء الله بمن حضر يعني نعم. اه بكل الاحوال لازم يكون عندنا الثقافه احنا كاعلام لنا دور كبير نسويها ثقافه للجمهور ثقافه للاعبين واحنا كزملاء اعلاميين لازم يكون الثقافه نتحلى يعني فيها اول ناس يعني مش انه اول ما يقع المنتخب ننزل ننحر فيه لا لازم احنا بالعكس نكون مساندين لانه زي ما تفضلت الفتره الزمنيه بين مباراه ومباراه كثير صعبه صحيح, صحيح كثير صعبه وحتى الجوله هاي توقف اللي هي خمس ايام من من 10 15 بعد شهر يعني اربع اسابيع في كمان جولتين يعني ما في نفس عشان هيك بدك انت تضلك مساند وتضلك ماشي تضل طموحك موجود تضل الحافز موجود وتضل دعمك للمنتخب موجود خلص احنا كجمهور مشكلتنا بنزعل عشان لاعب كل جمهور نادي بده لاعب يكون في المنتخب صحيح. ما, صحيح. ما بتزبطش خلص هذا الجهاز الفني نحترم اختياراته هو مسؤول عنها هو عارف ليش اختار فلان وليش ما اختارش فلان كل مشجع له نجمه المفضل بيتمنى يشوفه مع المنتخب أكيد. لكن لا أكيد. في بعض الاوقات انه ما كنت ولا يمكن اثنين في الاردن يتفقوا, يتفقوا على, 28 لاعب مستحيل صحيح فعشان هيك نكون قناعين وراضيين ان شاء الله وان شاء الله يا رب ان المنتخب ما يخذلنا ان شاء الله وما يخذل نفسه حتى ويكون ان شاء الله الفوز ان شاء الله الفوز بيكون حديثنا يوم الغد ايضا في حصاد الرياضيه سيكون الحديث بالتفصيل اكثر واكثر مع مجموعه من التقارير والربط المباشر من مقر قمه المنتخب رفقه الجماهير ايضا الجماهير الاردنيه التي دائما وابدا تلتف خلف المنتخب من روابط الى الالتراس التي ستكون حاضره داخل المدرجات ان شاء الله بنبارك لمنتخبنا يا رب ان شاء الله إن شاء الله سهر. جهودكم تكون ممتازه بكره ان شاء الله استوديو خاص للمباراه ويوم الخميس ان شاء الله ونكون ان شاء الله يوم خميس يوم نهايه اسبوع بدايه الله. فرح ان شاء الله للمنتخب ان شاء الله, إن شاء شاء الله بدايه فرح وعلى يعني. سيره الفرح والمباركات ايضا نبارك للفنان نجم السلمان اللي دائما غنى للمنتخبات الوطنيه للانديه غنى زو زو في فرح لاعبي كره القدم الاردنيه في في مختلف افراح نقول له مبروك زواجك بنقول له مبروك حفل زفافك زو 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 دائما زو ببث زو الفرح زو في زو في اعراسنا فهو فرحه لازم في محفلنا الوطني فبنقول له مبروك وان شاء الله المبروك بتكون للمنتخب يا رب يا رب يا رب ان شاء الله كل الشكر استاذ مفيد على حضورك معنا في هذه الحلقه والشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه تحيه مني لكم والى اللقاء